ماني عم بمزح. ولا لا بخنقك بخنقك بيدعي هون. حبيت يا مجرمة خنق ولا كمان ما تجنني. لا تعلي صوتك فرح، لا تعلي صوتك، والله انتو اللي راح تجننوني، انتو راح تجننوني. يعني لينا عندها حق، حق الجن. انت شو مشكلتك؟ شو انا شو مشكلتي؟ قلي شو؟ انا يلي صار لي جمعه ما عم بقدر اقلعتك، فكرتك قاعد مع مرتك تكانت قطعت مشكلتها. قلت خلص يا بنت روقي فتره وبتقطع، بس طلعت حتى مرتك ما عم تشوفك. ريحني بقى وقلي وين عم تختفي. بالشغل، بالشغل فرح. شو شفت؟ خوفتني. ما شفت شيء. تخيلي بس اني تخيلي انه في حدا برا. فوتي تحمل فرد؟ فوتي فوتي. سكر التليفون. ما بدك تقولي لي وينه؟ قلت لك بيت الصفصاف. رحت على بيت الزفت وما لقيته. أخذ الولد وهرب فيه مرة تانية. أنت بتعرف إذا بيصير شيء للصبي شو بيصير بسامي؟ بينتهي كل أمره. في حال تواصل معك فهمي اللي عم قلك إياه هلا. وإذا وصل على المريخ رح انتعه. أنا ما دخلني فيه، وقلت له لبقى يدخلني بجنانه، ما لي علاقة فيه. بعتذر أني عليت صوتي. قلت لك رحت لعنده على بيت الصفصاف، وإذا هرب حمل الولد وسكر موبايله أنا ما دخلني، شو ذنبي؟ طيب ما قال لك وين بده يروح؟ شو بده يساوي؟ ما قال لي شيء. والله يخليك خلوا هالكابوس يخلص بقى. بالإذن منك. اطلع لبرا وسكر الباب. اسمعوا، لا اذا تاني مره بتلاحقني او بشوفك باي مكان انا بكون موجود فيه بنهيك. بتعرف شو يعني بنهيك؟ انا عم سايرك وعم بتحملك وعم اعطيك اللي بدك اياه كرمال فرح اختك. طلع فيني، طلع فيني. كرمال مين؟ كرمال فرح اختك، وهذا مو طبيعي. تقعد عائل
وبتضب لسانك عشان ما بصيخ اللي فيك. ما بتفهم؟ ازبي راسك منيح ورجيني. ازبي راسك، ازبي راسك، ازبي راسك ولك، ازبي راسك. عم تفهم؟ ها؟ بقيت لك ها؟ بلهيك؟ عمي قدي بتعطيني اذا بتعطي لك ايه بدنا نتجوز؟ بنت حلوه والحلوين عم بيطيروا بسرعه. شو كيفو كنان؟ منيح؟ منيح. مشتاق لك طول الوقت عم يسالني عنك. وأنا كمان كثير. يلا هانت، كل فترة بفضل. مشكلة صاير الشغل، مشكلة. اليوم العمال كانوا رح يضربوا عن العمل لأن ما بدهم يشتغلوا، إذا ما بزيد لهم راتب ما رح يكفوا شغل. هلا هن معهم حق، صايرين عم يشتغلوا ساعات زيادة يعني برا دوامهم. بس هي كمان مشكلة، يعني إذا ما سلمت قبل ال... شو بيعرفني؟ لك أكل؟ صار لازم تعطيهم الصبي. ما تخاف، بالجمعيه رح يهتموا فيه لبين ما طلعوا التحاليل. خلوا معي من هلا لوقتها. هو منه معود يكون مع حدا غريب، هو بحاجتي لي انا. سامي بدك تعطيهم الصبي هلا، اوكي؟ ما تركت لي ولا مجال لساعدك. وما تنسى اتفاقنا. والا هلا بزتك جوا بتهمه الخطف. تفضل اعطيهم الصبي.
ابدا. شكرا. كريم. نعم. شادي صار مع الجمعيه وبكره رح ينعمل له التحليل بوجود القاضي. الف مبروك. الله يبارك فيك. شو بكي؟ اللي كريم، انا غلطت شيء؟ اكيد لا، ما غلطتي، انت عملتي الصح. هيدي القصة منا لعبة، هيدي قصة نسب ودم عيلة. شفتي تمنيح؟ لا. علمني. هي نانو، وين بدك تغسل؟ رجعنا ملا هناك. ليه بدك تغسل؟ تعال تعال. مش اتفقنا الساعة 1 يرجع لك كنان؟ هلا الساعة 3. ما نزلت على السوق وجبت شوية غراض. ليلى ابنك ما بينترك لحاله، أنا متأكدة هاي مش أول مرة بتتركيه وتروحي. انتبهي على اللي عم تعملي. المعنى؟ المعنى إذا مش قادرة تكوني أم لهالولد وتتحملي مسؤوليته صح، يا أخت اعطيني يا أنا بربيه. أخذت إيدك والله. الله بعيني، عم بربي ولد بصيروا اثنين. ماما أنا عم حاول إني أفتح معك صفحة جديدة بس يبدو أنت ما بدك. ما شوفي لينا، أنا بيهمني منك شغلة وحدة، تنتبه على ابنك. مكياجك وشعرك والشوبينج تبعك مش أهم منه. معك حق، معك حق، مكياج وشعري مو أهم منه، ما في ولا أي شيء بالحياة أهم منه. بس أنا عم حاول إني أعمل شيء لحتى أحس حالي طبيعية، لحتى أرجع أوقف على رجلي. عم حاول إني أتوازن، بس أكيد إيه، ما في ولا أي شيء أهم منه. أنا بعتذر. بدي أخذ الحريم نظفي. مين؟ ماشي جروب النادي. إذا بتعرفي إنه ما بيسوى يبقى التليفون بالغرفة وأنتي حبلي، هي تعطيني أنا بظهره معي لبرا، أعطيني. لا عم بتسلى شوي على فيسبوك، هلا بس بدي نام بحطه على جنب. الو. شو في؟ ليش هيك عملتي فرع؟ ما فهمت شو عملت. لينا شافت علامة حمراء. أي حمراء؟ بلا ولدنة، بلا حركات ولدنة. أي حركات؟ بعدين حتى لو في حمراء أكيد مش بقصدي. بلا قصدك؟ هي حركات ولدنة وهي اسمها مسخرة. شو كان بدك يعني؟ لو بدك توصلي شو بدك يصير؟ إنه تشوف علامة الحمراء يعني ونترك بعض؟ أو تنتحر مرة تانية يعني وما لحقها هالمرة؟ تموت وترتاحي؟ هاد اللي بدك إياه؟ ليك عامر، بدك تنتبه كتير منيح على طريقة حكيك معي، بعدين بعتقد هي مش أول مرة ببوسك على رقبتك. بس أنا ما قلت لك إنه علامة الحمراء على رقبتي. عامر هو أول رجال بحياتي، أول حدا لمسني وأول حدا بيقول لي بحبك. إلي معه ذكريات كتير كتير صعب إني أنساها. إيه ذكريات؟ أنت قلتيها. أكيد أنت وعامر عشتوا قصص كتير حلوة، بس هيدا الشيء ماضي، ماضي. شوفي حالك كيف صايرة. لأنت بدك تضلي قربتها سعادتك فيه. روحي شوفي حياتك لينا، شو ناقصك؟
ما عم بقدر، ما عم بقدر اطلع منه، ما عم بقدر اكرهه رغم كل شيء عم يعملوا فيني. جربي تتخيلي هو عم يخونك، فكري فيها، فكري بتفاصيلها لحظة بلحظة. لينا أنا ما قصدي ضايقك وما عم شجعك تخربي بيتك، بس أنا عم حط حالي محلك ولا ممكن أتحمل ولا ممكن أقبل بهذا الشيء. لازم تعرفي إنه هذا الشيء اللي أنت عم تعيشي فيه ما رح يخلص بحياته، يا بدك تتقبليه يا بدك تتركيه لعمر. معك حق، بس أنا مالي رح أقدر خلاص، ما في قدامي غير إني رويت حالي على هذا الوضع. الو جاد، السيارة مش تحت البيت وأنا عم بسمع أصوات غريبة. ما معقول يا سمر، الدورية مع تعليمات تضل على كعب البناية. طيب طيب خلص، سكر سكر، هلا بحكي معي. يلا باي باي. الو وينكم يا شباب؟ اوكي اوكي طيب طيب، يلا يعطيكم العافية. ايه سمر، حياتي هني تحت على كعب البنايه بس عم بغيروا دوريات، هلا عم بجربوا دقوا صفي تحت وبيحكوكي. حخلي واحد يظهر على الطريق ويشاور لك يا حياتي، بس انت روقي روقي. ايه طيب اوكي جات باي. يلا باي باي. جود، بزماناتي قلت لك انه اللي بيرافقني بيسعد، وهلا اجى وقت السعد. شو صار؟ اشتريت شقفة أرض جديدة برومانيا حد المنتجع والكازينو، عم فكر هيك أعمل مدينة ألعاب، ألعاب على المي، تكون من أكبر مدن الألعاب بأوروبا كلها. اف حلو كتير، بس عندي مشكلة وأنت هون بيجي دورك إذا بدك. شو المشكلة؟ المشكلة إنه المشروع رح يكلف مبلغ كتير كبير، والضرائب اللي بدي أدفعها عليه كمان مبلغ كبير، يمكن توصل لأربعين بالمية من البادجت، وهيدا المبلغ بالذات أنا مش ناوي أدفعه. أوكي، وأنا شو دوري بالقصة؟ بدي أفتح لك حساب ببنك بأوروبا، المصاري بتفوت عليك كاش وبتظهر منه كاش، وكل مبلغ بينقبض انت بتاخذ عليه مولي 5%. اوكي، بس هذا مش تبييض اموال؟ اكيد لا، فيك تسميه تهرب ضريبه، لانه هيدي المصاري نظيفه ومصادرها معروفه، وانت ما راح يكون عليك ولا اي مسؤوليه. اهم شيء بالقصه انه هيدا الحساب سري، ففكري بالموضوع اذا بتوافقي حتى نجيب الفيزا ودغري حتى نسافر لهونيك. أكيد موافقة، أكيد موافقة.
انت شو اللي جابك على بيت الصفصاف اصلا؟ انا كنت بدي اتاكد اذا فعلا تركتي انت وعامر الباشا والله عم تكذبي علي. اه والله تاكدت؟ ما تعامليني كاني عدوك، انا اخوك وبيهمني مصلحتك وما بدي عامر الباشا يضحك عليك ويشوه لك سمعتك ويمشي. انا ما حدا بيضحك علي ولا حدا، وانت بتعرف هذا الشيء كثير منيح. والله من وقت ما قال لك انه راح يطلق مرته وتتجوزوا قد ايه صار مرقوات؟ كان راح يتركها فؤاد، كان راح يتركها، بس المره جربت تنتحر كانت راح تموت. هيدا كله كلام بلا طعمه، واصلا انا بحق لي اطلب منك شويه مصاري، انا حياتي كلها تغيرت بسبب قصتك هيدي، ولو ما هيك انه انا كنت محل تاني. ومع هيدا وكله انا ما عاد بدي منك شيء، انا بدي اطمن عليكي لانه بعد اللي شفته امبارح من هيدا عامر الباشا لازم تنتبهي منيح على حالك. هيدا واحد مجنون ومشراني، انا بعرف الشخص من تطلع وحدي، وانا من اول ما شفته ما حبيته، مشان هيك بدي اياك تنتبهي على حالك. بس يعني منيح رديت عليني، واحد بيقول اني عملت لك شي شغله. طيب ساعة بكون عندك. طيب لينا، اوكي حبيبي نرجع نحكي، يلا باي. شو في؟ خلصت شغلي بكير، بركي يجي بتفرج شوي على التمرين. خلصت بطاريتي ومضطر احكي مع كريم. عريني تليفونك هلا بشغل. طلموها من ورا ورا ورقة ورقة، بس بلاقي دولار ناقص، بس بلاقي دولار ناقص. فهمتوا؟ فهمتوا؟ اتصلت فيه ومرد، إذا بدي أقول لي خليه يحكي لي، أنا فايت شوي على المكتب، ماشي؟ أوكي. لينا كان بدها منك شيء؟ لا ولا شيء، دقت لي من تليفون عامر، تهدد لي إنه تليفونه منزوع. إذا دقيت لها ولقيته مسكر يعني ما عاد تنهم. أوكي. سامر كيفك؟ اهلا سامي. بدي منك خدمة غير شكل، بدي تغسل لي السيارة غسلة لأنه صار لي زمان ما غسلتها. مور يا سامي، تكرم عينك. شكرا شكرا. أهلا سلام. هلا شو عم تفتش؟ ماشي عم بفتش على سيجارة. صرت عم تدخن؟ لا قلت بدخن هيك بنفخ شوي. ما معي من وقت ما حبلت وقفت. ما مشكلة ما
مشكلة. شو رأيك نقدر نتغدى سوا؟ ما في، عندي تمرين. قلبي ما منطول، ساعة ومنرجع. ما في، عندي صف جديد لازم أكون معهم. ما هلا بشوفك عشية، مضطر امشي. تفضلي عم بسمعك. سايم بلاش يشك فيي، عم يفتش على دليل. فرح لا تغيري الموضوع، قولي لي ليش هيك سويتي. عم بقول لك اخذ تليفوني وشاف رقمك. اي وشو يعني؟ سمعته. هاي حركة جديدة من حركاتك يعني اللي ما عم افهمها ولا شو؟ انت شكلك ما عم تسمعني. اجى على النادي فجأة من دون ما يخبرني وتحجج انه تليفونه منه ماشي تيشوف مع مين عم بحكي. قال لك شيء؟ قلت له انه لينا دقت لي من تليفونك لانه تليفوني مكسور. بس ما وقفت القصة هون. ظهر على اساس عم يحكي مع حدا على التليفون، فجأة بلاقيه بالمكتب عندي عم يفتش بغراضي. شو بلاقيكي خايفة؟ يعني حاسة بالمصيبة اللي ممكن تعملي لنا اياها من وراء الحركات اللي عم تعمليها. حركات النسوان الفاضية هي. حركات نسوان؟ قولينا كيف زبطتها معك؟ بعدين ليش ما قلت لي انه شفت فؤاد عم يراقبنا هيديك النهار؟ هاي سامي. هاي. تفضل. شو بك؟ ما بعرف شو بدي أقول، بس اللي بدي أقوله ما بنحكى لحدا غريب. شو في قلة؟ وعديني نور، نور رح تسمعي رح يبقى بيناتنا وما في ابن مرة بيعرف اللي صار، وعديني سامي. قلة شو في؟ ما رح خبر حدا أكيد. بوعدك. فرح صار لها فترة طويلة مغير علي ومش على بعضها أبدا. طبيعي إنه يعني ما رح حبلي، لا إنه النسوان بالحبل بيصيروا هيك عادي. لا ابدا مش عادي. القصه مش قصه حبل، هي مغيره معي من قبل الحبل. قولي لي، هي قالت لك شيء؟ شيء مثل شو؟ بصراحه انا شاكك انه فرح على علاقه بشخص ثاني. شو؟ فرح؟ يي شو عم تحكي سامي؟ وهلا بس قررت تجيب ولد؟ ولا نور، انت عم تشوف القصص من برا، مش عايشه معنا جوا بقلب البيت وعم تحس اللي انا عم بحسه. اوكي سامي خبرني، طيب شو عم بيصير معك؟ ما بعرف، ما في شيء محدد. بس فرح كل الوقت شاردي ومش على بعضها. لك
حتى مش عامل لي وقت نقعد فيه مع بعض بالبيت ونحكي كلتين على رواق. وصلنا مدي كل واحد بينام بمطرح، هيدا طبعا بطلبها هي. هيدا غير تليفونها اللي عليه باسورد وحطته جنبها وخايف حدا يطلع فيه، ما بعرف ليش هالقد خايفه. في قصص تانية كمان ما بنحكى فيها، بس اكيد بتحسيها. كل اللي عم تقوله طبيعي وعادي بيصير. سامي انا برايي انه انت عم تتوهم لانه انشغلت عنك. بس بكره بس فرح تولد وترتاح رح يرجع كل شيء مثل الاول اكيد. انت اكيد انه هي ما حكت لك شيء؟ سامي الشك بيقتل صاحبه، اوكي؟ فبليز شيل كل هالقصص من راسك اللي هي اصلا منها موجوده. وقف حد فرح هلا هي عايزتك. ما في شيء من اللي عم بتقوله اكيد. ان شاء الله. مدام، مستر سامي بده يشوفك. قولي له نايمة. سوري مدام نايمة. جهد. جاد؟ ايه جاد شو؟ فيك تقوم تنام خدي بس تكون غفيت. اوكي سمر اوكي. قفلت الباب؟ اي باب؟ باب قفلته سمر قفلته. يلا صباح الخير. صباحو صباحو. ايه شو بيك مطعوش؟ والله سمر من ايامتنا كل الليل تصحى وتبكي تصحى وتبكي. يعني ليلي شو بدي خبرك؟ بس لو يوقعوا تحت ايدي هدول الكلاب رح نلقطهم ما تخاف. بس مرتك لازمها علاج نفسي. صدمه مثل هي منا هينه، لازم حكيم يتابعها. اخذت لها موعد هلا بعد الظهر رايحين لعنده. شايف اذا بيقعوا تحت ايدي هدول بدي اسلخ لهم جلدهم عن عظمهم، هني واللي بيعطينهم. ما هو اذا بنحضر باللي بيعطينهم بتكون حلت القصه. انا بمكتبي. في شيء اخبار جديده عن سامي؟ ولا شيء ابدا، جربت احكي من يومين وتركت له بس مسج ما رجع حكينا. الهيئة ما عاد حابب انه يكون في علاقة بيناتنا خاصة من بعد اللي صار مع شادي. وانا كمان ما عم فيي اوصل له، حتى اني رحت لعنده على البيت وما لقيته. وعلى الورشة ما عم يجي، والشغل واقف، ونحن عم ندفع دكة عن كل يوم تأخير. ايه وشو بدك تعمل؟ الي مفروض اني اعمله. بدي احكي مع المحامي حتى يفسخ العقد، ويبعث له تبليغ رسمي. بدي ادور على مهندسين حتى يكفوا الورش من وراه. وبدي طالبه كمان بكل الغرامات الموجودين بالعقد حتى يتعلم. طب روق عليه شوي، انت بتعرف وضعه قد ايه منه منيح هلا. وابن خالتك هو كمان. ايه ابن خالتي على راسي وعيني. بس انا بالشغل ما بعرف قرايب مش قرايب. بعدين لازم هو يتحمل المسؤوليه، مش انا ادفع عنه غرامات. لازم تهتمي بجوزك اكثر. لانك منك فاضيتي له ابدا شكلك. اهتم فيها واهتم بحالي، ما عم بفهم. منك شايفه بطني قدامي؟ انجا قادره اتحرك او اخذ نفس. ما فهمت شو قايل لك هلا. ماشي. زعلان انك مبعتيه عنك وما عم تهتمي فيه. عن جد رجال مثل اولاد هالايام، يعني بعد ناقص اعمل له ماما كمان. ليكي انا ما بقول لك هالشيء لتعصبي، روقي شوي. روقي وسيري جوزك، معلي سامي بحبك، وانت كمان ما هيك؟ خلاص. خلاص بقى. أنا حأمشي، تعبت وجعني ظهري.
فرح انا بس بدي اقول لك انه انا اختك وفيك تخبريني كل شيء عم بيصير معك قد ما كان بشع وما بينحكى انا بقدر اتفهمه. يا ما حكيت لك وفشت لك خلقه. شو اللي حيتغير هلا ها؟ قولي لي. انا هلا تعبانه ماني طايقه حالي. لا هو مقدر ولا انت عم تفهميني. طيب اوكي بس انتبهي على تصرفاتك معه لانه شكله شاكك انه في حدا تاني. اوكي باي نور. باي. مين؟ نور؟ هاي لينا كيفك؟ اهلين حبيبتي فوتي تفضلي ساوي لنا قهوة. كيفك؟ تمام خير. كيف كل شيء؟ كل شيء منيح. للصراحة أنا جاي أسألك سؤال. خير شوفي. سامي له كم يوم مختفى وما حدا عم بيعرف عنه شيء ورحت لعنده على البيت ما حدا فتح الباب سألت الجيران عنه ما حدا بيعرف شيء فأنه قلت بلكي ما بعرف بلكي عم تتواصلي معه بلكي بتعرفي شيء. لا والله ابدا ما بعرف شيء اساسا انا ما عم بتواصل مع اي حدا. يعني حتى محامي الشركه عم بدق له وبعت له مساجات ما عم بيرد عليه ما بعرف يعني وين ممكن يكون اختفى خايف يكون صار له شيء. ما راح انطر اذن من النيابه العامه. ليه ما عم تفتح الباب؟